السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ كلشي مزيان. اليوم جيت ندير فيديو جديد عاوتاني، نهار جديد وبلاصه جديده. جيت نكتشف واحد البلاصه جابني ليها واحد الصديق ديالي، واحد البلاصه يعني بلاصه واعره بزاف، ان شاء الله نجي نكتشفوها كاملين. كنتمنى هاد البلاصه تعجبكم وبقاو معايا حتى الاخر، ان شاء الله غنكتشفوا البلاصه كي دايره، حيت انا اول مره صراحه غنجي ليها. بلاصه باينه فيها واعره بزاف. مهم خليكم معايا ان شاء الله اخر الفيديو. ان شاء الله كيف العاده ديروا معاكم شي كومونتير وشي سبسكرايب للتشجيع، يشجعوني اكثر. مهم خليكم معايا ان شاء الله، اي حاجه كانت يعني اي حاجه لقيناها جديده غنصوروها. مهم خليكم معايا حتى اخر الفيديو ان شاء الله، كما قلت لكم اي حاجه كانت غنصوروها. مهم خليكم معايا. المهم كما قلت لكم هاد البلاصه جابني ليها واحد الصديق ديالي، المهم ما هو فهو معايا ان شاء الله بلا شي غيبان معايا في الفيديو، باش يعطيكم يعني هو اللي غيعرفني على البلاصه الصراحه، حيت كما قلت لكم اول مره غنجي، يعني بلاصه واعره بزاف. المهم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله. هاد البلاصه باينه غا من البدايه ديالها واعره بزاف. المهم الاخوان ما بقى لينا والو، ان شاء الله نوصلوا. اول صديق اللي قلت لكم هو معايا، مرحبا بكم كاملين معنا في هذه الخرجه، وقرابين نوصلوا ما بقى والو. ان شاء الله ان شاء الله بقاو معنا، ان شاء الله نوصلوا غتشوفوا شي حاجه واعره بزاف. المهم كما قلت لكم غا من البدايه راه باين العربو. المهم خليكم معايا. الحمد لله الاخوان، حيت ربي نعم علينا واحد النعمه اللي كبيره بزاف، اننا كنسكنوا في جبال الاطلس وفي الاعماق ديالها. هذه راه بحد ذاتها واحد النعمه اللي كبيره، والحمد لله الاخوان. وكنتمنى من كل شيء انه يجي يشوف هذه البلايص هذو اللي راه بزاف، وراه وقيتهم هذه، والحمد لله حيت ربي نعمنا بالشعب. خويا بقى لينا والو، ان شاء الله نوصلوه. ضربنا التمارة ومسافة طويلة، ولكن البلاصة واخا ضربنا عليها التمارة تستاهل الصراحة. هانتوما غتشوفوا معايا الصراحة بعينيكم، وتمنيت كون كنتو في بلاصتي هنا الصراحة، يعني بلاصة واعرة صراحة بزاف. المهم بقاو معايا. اخوان حنا وصلنا دابا كنرتاحوا. جيت صراحه تصدمت في الطبيعه، ما شاء الله يعني طبيعه واعره بزاف اكثر من داكشي اللي كنتصور. يعني هذا الجمال اللي قدامي كنت تمنيت تكون جيتوا معايا وشفتوه بعينكم، يعني الطبيعه صراحه راه ما يمكنش، يعني الجمال ما شاء الله، يعني عمري شفت بلاصه بحال هذه صراحه، واول مره نجي لهاد البلاصه ونكتشفها. يعني الفضل كامل كيرجع للصديق ديالي اللي جابني لهاد البلاصه، يعني بلاصة صراحة واعرة بزاف. الهضرة مشات ليا بكثرة العيا وبزاف الحوايج. المهم كما قلت لكم البلاصة الصراحة أنا مكرهتش تكونوا في بلاصتي صراحة، في هاد اللحظة هادي تشوفوها بعينكم جمال ما شاء الله. المهم خليكم معايا تشوفوا أكثر إن شاء الله، بقاو معايا في الفيديو.
بزاف على هذه البلاصه اللي جبتي لي البلاصه ما شاء الله واعره بزاف بزاف وكنشكر الدري اللي معانا حتى هو كيورينا الطريق اللي غندوزو لهاد البلاصه اللي بلاصه ما شاء الله عليها. ماشي مشكل مرحبا غير مراد ومرحبا بكاع الاخوان في منطقه بوتي الدار كتواجد في الاعماق ديال الاطلس في جبال والماس ومرحبا انتم كتشوفوا معنا كيف جاتك ترى عارف الرياكسيون ديالك كنتسنى الدراري كلشي غايقول لينا شنو كاين ومرحبا ومرحبا والف مرحبا بكم بوتي الدار. المهم الاخوان خليكم معنا ان شاء الله فيديو واعر واعر بزاف. المهم كنشكر الصديق ديالي يونس وهاد الدري اللي معانا من هاد المنبر وشكرا لكم بزاف بزاف خليكم معانا في هاد البلوك ان شاء الله والدراري. كما كتشوفوا معنا هذا هو الفيديو اللي درنا اليوم مغامره كانت جدا رائعه جدا كنتمنوا هذا الفيديو يعجبكم ويعني درنا صراحه غامرنا بزاف في الطريق اللي درناه وبزاف ديال الصعوبات لقيناهم ولكن ما شاء الله يعني هذا الشيء كامل درناه في الاخر يعني انا طبيعه جدا رائعه كما قلت لكم ما شاء الله وكنتمنى هذا الفيديو تزيد تشجعوني اكثر باش نزيد ان شاء الله نمشي لبلايص نكتشف البلايص اللي مازال ما معروفينش باش نوريها لكم يعني ان شاء الله ما تنساوش ديك اللايك وشي كومونتير يكون زوين ان شاء الله باش تجي تشجعوني وديك سبسكرايب. المهم خليكم معايا حتى الفيديو الجديد ان شاء الله اللي يجي.